انقاذ رائع من محمد عبد المنعم. والشناوي يبدو انه اصيب امامنا هنا، يبدو ان الاصابه موجوده عند محمد الشناوي. شوف الكرة امامنا اهي، التمريره اللي في العمق تحرك في المساحه اللي ما بين حجازي وما بين ده، والله الشناوي اللي شال الاثنين، ده الشناوي شال الكورتين، بص الاولى برجله والكره الثانيه امامنا اهو، الشناوي شالها زي لعيبه الفولي، يعني البجر بتاع الفولي لما بيبعدوا الكره كده، لكن الشناوي على مرتين يشيل كره زها، الاولى بقدمه ترتطم في قدمه الاخرى ثم يبعدها امامنا هنا اهو، لكن كان برضه معاها محمد عبد المنعم. فرصه كانت خطيره، وتريزيجيه امامنا اللي اخذ ادوار دفاعيه في وسط الملعب. دخول احمد سيد زيزو كبديل في المباراه مكان حمدي فتحي في التبديل، ناوي ثم زاها اللي كان عنده الفرصه وتالق محمد الشناوي. بورو لعب جامبيا، بوفال المغرب كان في المقدمه، وايضا فينسون ابو بكر لاعب الكاميرون، وسايمون موزيس لاعب منتخب نيجيريا. كان موجود اونانا بقى، وموجود ايبان سلفادور غينيا، وعلي معلول تونس، وكان موجود ايضا محمد صلاح وماني وحيدارة وتولو اكيمبي وكانجا الجنبي، ويعني كانت الاسماء الموجوده والتبديل اللي